العقل العربي في الصحراء. العرب شعب إنساني من شعوب الإنسانية الستة، وهم الأفارقة ويسمون باللغة العربية السودان أو الحبشة، والأوروبيين ويسمون باللغة العربية الروم، والفرس والهند والصينيين، وسادسهم العرب. وكل شعب من شعوب الإنسانية لهم هامة، لهم شيء مهم يتميزون به من باقي الشعوب، فالله سبحانه وتعالى خلقهم على هذه الهامة، وخلق لهم أشكال تناسب هذه الهامة، وأرض بلاد غارة تناسب هذه الهامة، ولغة تناسب هذه الهامة، وجعل فيهم ثقافة وتقاليد تناسب هذه الهامة. وهامة العرب هي العقل. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: شعوبا وقبائل لتتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله في القرآن: فصيلته التي تأويه. وقال الله في القرآن: ومن آياته اختلاف ألوانكم وألسنتكم. فكل هذه الآيات تقول بأن الله خلق الناس في شعوب وفي قبائل مختلفة، فيها ألوان مختلفة، ألوان بشرة مختلفة، ولغات مختلفة. وهذا من عظمة ما خلق الله، له ما في السماوات والأرض. قال الله: لا يعلم وهو من خلق. وقال الله تبارك الله: أحسن الخالقين. فالله خلق العرب وهامتهم العقل. قال الله: قرآن عربي لعلكم تعقلون. وقال الله: قرآن عربي مبين. فاللغة العربية هي لغة العقل، والعرب هي من كلمة عرب، هي من كلمة العاء رأياب. العاء هو العيا أو التعب، المشقة والمرض. ورأى إنه رؤيته أو يؤمن أو ما يرى فيه الخير، إنه يأبى، إنه العرب هم الذين يرفضون الأذى. ولذلك العقل هو طلب الخير ورفض الأذى، والجنون وهو عكس العقل فيه طلب الأذى والضرر ورفض الخير، أما العقل هو طلب الخير ورفض الأذى. وأن الله جعل العرب عقلاء حتى يكونوا في حذر وأمان في الصحراء، إنه العقل في العرب وأهميته اللي هي للحذر والأمان في الصحراء. ولذلك العرب عززوا من معاني العقل في لغتهم. قال الله: قرآن عربي مبين، إن اللغة العربية واضحة مبينة. وقال الله: قرآن عربي وعجمي، ولو كان عجمي لغالي لفصلت آياته، ولكن لأن القرآن أتى بلغة العرب فهي لغته مفصلة واضحة مبينة، إنه النار هي الضرر الذي يرفضه الناس، والجنة هي الخير التي يطلبها الناس. فالعقل، لذلك العرب يعرفون العقل لأنه هامتهم العقل. وفي 7 أنواع من العقل مهمة في العرب، وهي كلمات أو أسماء يسمى بها العقل في اللغة العربية، وهي العقل والفطانة والنباهة والشطارة والذكاء والفهم والعبقري أو عبقرية. فهذه 7 أنواع من أنواع الفهم، وكل كلمة من هذه الكلمات لها معنى مختلف، وينظر إلى العقل بمنظار مختلف. فالعقل هي من كلمة عقل، من العقل هو الشيء المربوط. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعقلها وأتوكل. فهذا العقل، لذلك العقل هو الأفعال، يعمل الإنسان على أسس مسبقة، إنه يربط الشيء إلى شيء آخر. كما إنه الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابي بربط الإبل أو الجمل ليعقلها ويتوكل، إنه لا تسرق يعقلها ويتوكل على الله بالدعاء إنه لا يسرق جمله. فهذا العقل هو ربط شيء لشيء آخر. فالإنسان لما يكون عاقل دائما بيكون بيعمل على أسس مسبقة، قوانين، أو كما في الإسلام يعملون على التنزيل، القرآن يرشدهم للخير ولرفض الشر. فهذا يسمى العقل، إنه الأفعال، الأشياء إلى أشياء مسبقة مؤكدة فيها معاني الخير والنفع. أما الفطانة
فهي من كلمة فطن، والفطن هي الفيه أتانية، الفيه عرف النية إنه القانون والرحمن، إنه الفطانة هي بمعنى القانون والرحمن، إنه فطن هو يعرف التغيير، القانون للفائدة، إنه فطن مثلا في عدم وجود الماء في التيمم. فإن الإنسان فهم هذه القاعدة يسمى فطن، إنه عرف إنه القاعدة هي الوضوء بالماء، أما في عدم وجود الماء في التيمم بالتراب الصعيد الطاهر، فهذا هي فطانة، إنه الإنسان يعرف القانون هو الماء، ويفهم إنه في عدم الماء هو التيمم، هذه هي فطانة. أما النباهة هي من الانتباه، وهي يعرف السبب، يعني فقال الله من أعطيناه من كل شيء سببا، إنه يعرف السبب الذي أتى به الشيء، إنه مثلا التراب عندما يصب إليه الماء ويكون طين، السبب بقى طين إنه من الماء، هذه نباهة، إنه الإنسان انتبه ووضح له إنه صب الماء على التراب لجمعه للطين، وقال الله خلق الإنسان من الطين، فهذه تسمى النباهة. أما الشطارة، الشاطر هو الذي يفرز بين الخير والشر، إنه مثلا يقول له إنه قالوا إنه في حفرة في كنز، فيقول الخطر شيء سيء، لو اتأذيت أو حصل لي حادث في نزولي إلى الحفرة لأخذ الكنز، فيقال له أنت شاطر، يعني غدرت إنه الشر ليس كالخير وحذرت من الشر. هذه الشاطر بمعنى الشطر هو الفرز أو الفصل أو قسم الشيء. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده ولده اسمه قاسم، واللي معنى شاطر، وفيصل اللي معنى شاطر، وهو الذي يفرز بين الخير والشر، قال الله هديناه النجدين. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بنته اسمها فاطمة، والسيدة خديجة أمها هي كانت بنت عمه، ولكن كانت أكبر منه، كانت متزوجة من قبل، فهي شوية يعني زواج غير المحتاج في القانون، زواج أولاد العم والولد يكون أكبر من البنت، فسمى بنته فاطمة، إن هي فيها الفطانة، إن هي فيها ذكاء زائد، لدرجة إن هي تعرف وتكون راضية بإنه بالرحمة والرحمن في عدم التغاء القانون في الأسباب الحرجة والمختلفة. وكذلك كلمة ذكي هي الوضوح في الفهم، إنه الذكاء أو ذكي إذا كان يعرف الأشياء بقوة حتى يقدر أن يفرز بين المتشابه، هذا يسمى الذكاء. أما الفهم، الفهم هي من الفيه حياء يئم، فهم فيه حي أم الفيه الحياء، إنه يقول الحياة مهمة، والضرر والحوادث والموت شيء سيء، هذا يسمى الفهم. فالذي يعطي الحياة أهمية وأولوية ويرفض الموت، هذا هو الفهم، إنه الإنسان عندما يقول بالنظام وبالأدب والأخلاق لعدم المشاكل بين الناس والحروب، والناس تعيش حياة طويلة ويستمتعوا بحياتهم في عبادة الله ورجاء الجنة، هذا كله من الفهم، هذا فيه وعي عالي، هذا فهم في اللغة العربية. والعبغري هي من العب غري غرة، يعني العب هو التعب المشقة، والغرحة هو التأكيد، أغر الشيء يعني أكده، فالعبقري هو الذي فيه سريع البديهة، سريع الفهم، والذي يفهم الأشياء الصعبة والأشياء الكبيرة التي صعب معرفتها. فمثلا الإنسان الذي يعرف حل الغلوطية، ويسمى غلوطية يعني تغلطك، إن تكون غلط بتكون فيها غلط لأنها هي صعبة الفهم، ما يسمى بالفزورة أو اللقز، يعني لقص بمعنى يلغى أز، يعني تلقى مشقة حتى أنت تفهمها أو تحلها. فهذه العبقرية هي من الفهم العالي والفهم الأشياء لا تفهم بسهولة، فيها مشقة وعب حتى تفهم، والأشياء التي نادر الناس يفهمونها. فهذه هي من أنواع العقل في لغة العرب. وقال الله قرآن عربي لعلكم تعقلون في سورة يوسف، ولذلك العقل مهم. وفي الإسلام التكليف يكون في العقل والحلم، ولذلك أهمية العقل في الإسلام. وفي الإسلام الله حرم الخمر الذي يحجب العقل، وهو كله من أهمية العقل في العرب والإسلام.